السلام عليكم طلاب، أنا براق معتز، طالب كلية الطب جامعة القادسية. طلاب، هسه وصلنا للبارت الثاني عن السكيلبون. اليوم راح ناخذ هاي العظمة بها حكي هواية. يعني هاي العظمة اللي هي عظمة الأوكسيبيتال بون، هي عبارة عن عظمة واحدة موجودة بالبوستيريور، تمتد أيضا للإنفيريور، تمام، بحيث تشكل لي أكبر جزء بالانفيريور، يعني بالبيس مال السكل، تمام. خلينا نجي ناخذ هاي الصوره عن السكل، عن بالبوستيريور فيو مال السكل. اشوف الاوكسيبيتال بون هنا، تمام. هاي الاوكسيبيتال بون، الاوكسيبيتال بون طلاب تنقسم الى فور بارتس. البارت اللي موجود بالانفيريور بالبوستيريور، تمام، اشوفه هو اكبر بارت واسع يكون، تمام، اللي هو هذا البارت اسمه السكواموس بارت. هذا السكواموس بارت موجود فقط بالبوستيريور؟ لا، ايضا راح يمتد للانفيريور. هذا السكواموس بارت ايضا راح يمتد للانفيريور، فهو راح يمتد لهنا، تمام، ايضا راح يمتد للانفيريور هذا السكواموس بارت كل هذا، تمام، بحيث انه شو يكون السكواموس بارت من يمتد للانفيريور يكون بوستيريور الهاي الفورامين. هاي الفورامينه اسمها فورامينا ماغنام. شو اسمها؟ فورامينا ماغنام. وين موجودة؟ موجودة بالأوكسيبيتال بون. هذا البرتقالي هو الأوكسيبيتال بون، تمام. خلي أروح أخذ صورة بالإنفيريور فيو مالت السكل. هاي الصورة، هاي توضح لك الأوكسيبيتال بون. الأوكسيبيتال بون قلت لك إنه هاي كلها والبوستيريور بالبوستيريور. الأوكسيبيتال بون هذا كله البارت اسمه سكواموس بارت، هو أول بارت، تمام. نجي للسكواموس بارت، نرجع له. بهذا السكواموس بارت ايش راح القى؟ بهذا السكواموس بارت راح القى، بهذا السكواموس بارت راح القى شغله انا شرحتها بالاوفر ريفيو مال التلسكوب بالمحاضره الاولى. قلت لك يابا انه اكو بروتيوبرنس، مثل التيوبر، مثل التيوبركل اللي هو هنا، تمام. هذا من هذا التيوبركل يطلع لي لاين سوبريور ويطلع لي لاين انفيريور، تمام. هسه هذا التيوبر، هذا البروتيوبرنس يطلع لي لاين سوبريور منه، تمام، عوفك من الانفيريور. هسه لاين سوبريور، هذا اللاين السوبريور اسمه سوبريور نيوكال لاين، تمام. بعد من هذا البروتيوبرنس شو اسمه؟ اول شيء اسمه اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، يطلع لي كريست. هذا الكريست موجود بالبوستيريور ويمتد للانفيريور للفورامينا ماغنام. هذا الكريست من البوستيريور امتد للفورامينا ماغنام ووقف. هذا الكريست، تمام. يقول لك يابا بالميد بوينت اوف ذس كريست، يعني شنو بالميد بوينت؟ بالنقطه الوسط مالت هذا مال هذا تقريبا، يعني بالنقطه الوسط مال هذا الكريست هي هاي الميد بوينت، تمام. يقول لك راح يطلع لك لاين من هنا ولاين من هنا. شو اسمه هذا اللاين؟ اسمه انفيريور نيوكال لاين. شنو اسمه هذا اللاين؟ اسمه انفيريور نيوكال لاين، تمام. هسه عرفنا الكريست وعرفنا البروتيوبرنس اللي هو اسمه اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، وايضا راح يجب ان نعرف انه الانيون اكبر نقطه. هسه مو هذا البروتيوبرنس، تمام، هسه هذا اللاين، هذا البروتيوبرنس، مو صحيح؟ مو هذا البروتيوبرنس، تمام. يقول لك اكو نقطه واضحه بنصها اقدر اتلمسها من جهه البوستيريور، هاي النقطه اسمها انيون. شو اسمها؟ اسمها انيون. هاي الفورامينا ماغنام هي اكبر فورامينا بالسكل، تمام، هاي الفورامينا ماغنام، تمام. نجي للبارت، نرجع للبارت مالت هاي الاوكسيبيتال بون. قلنا اكو بارت لورا موجود اسمه سكواموس بارت يمتد لي للانفيريور لما يكون اللي هنا، بحيث يكون هو هذا السكواموس بارت يكون بوستيريور. هسه عندك هذا انتيريور، هاي المنطقه انتيريور وهاي المنطقه بوستيريور. يقول لك هذا السكواموس بارت يكون بوستيريور بالنسبه لهاي الفورامينا ماغنام، تمام. اكو لاترال لهاي الفورامينا ماغنام، هاي المنطقة اللاترال شنو اسمها؟ اسمها لاترال بارت من السكوام من الاوكسيبت من اوكسيبيتال بون. البارت الثاني هو اسمه لاترال بارت. هذا البارت اسميه كوندايلر بارت همين. شو اسميه؟ اسميه كوندايلر. هسه راح اقول لك ليش راح اسميه كوندايلر، ليش سميناه كوندايلر بارت، تمام. هذا اللاترال بارت واحد، لا، لاترال بارت منه ولاترال بارت منه، لاترال بارت منه ولاترال بارت
مننا اللي هو هذا الثالث تمام اللي هو ايضا اسميه كوندايلر بارت تمام هسه كد خلصنا كم بارت ثلاثه هذا بارت الاول اللي هو السكوماس البارت الثاني اللي هو اللاترال بارت او كوندايلر بارت وهذا اللاترال بارت او كوندايلر بارت اللي هو يكون على الليفت وعلى الرايت تمام البازيلر بارت هذا البازيلر بارت هذا البازيلر بارت تمام هذا البازيلر بارت هذا البازيلر بارت اول شيء يمتد لي سب ابورد فورورد يعني يمتد للامام يعني يمتد جهة الانتيريور تمام عن مديت مفصل لي ويا بون بون هذا البون المعقد اللي قلت لك شنو اسمه هذا البون المعقد اسمه سافينويد بون شو اسمه اسمه سافينويد بون تمام هسه احنا ايش خلصنا الفور بارت اللي هو السكوماس بارت واللاترال بارت وخلصنا البازيلر بارت تمام وعرفنا هاي اكبر فورامينا موجوده بالسكول اللي هي اسمها فورامينا ماجنم موجوده بالاوكسيبيتال بون اصنف ذن البارتات تبعا للفورامينا ماجنم بحيث انه الجزء البوستيريور للفورامينا ماجنم اسميه سكوماس بارت الجزء الانتيريور للفورامينا ماجنم اسميه بازيلر بارت الجزء اللاترال للفورامينا ماجنم اسميه لاترال بارت او كوندايلر بارت زين هذا ليش سميته كوندايلر بارت ببساطه هذا سميته كوندايلر بارت هاي هسه جايبوه من الانفيريور فيو اوف سكول شايلين المكزيلا احنا شايلين سوري المندبل فين بين المكزيلا الرايت والليفت تمام هاي الفورامينا ماجنم هاي الفورامينا ماجنم اللي جاي يشوفه هنا تمام هاي الفورامينا ماجنم اقول لك هاي اللاترال بارت مالت مو هذا اللاترال بارت مالت من هذا اللاترال بارت مالت الاوكسيبيتال بون انا مش لك هنا اللاترال بارت ايش بي هذا اللاترال بارت بي هذا كوندايل هذا الكوندايل عباره عن منطقه تمفصل راح ناخذها بعدين راح تتمفصل لي ويا ويا السيرفايكال سباين اللي هو الـ الفقرات العنقيه هي هاي الوحيده راح تتمفصل لي ويا الفقرات العنقيه موجوده هاي الكوندايلر هاي الكوندايلر الكوندايلر اوكسيبيتال كوندايلر موجوده وحده باللفت وحده بالرايت تمام صارت واضحه اذا هاي ليش سميته لاترال بارت اللي هو ليش اللاترال بارت سميته كوندايلر بارت كون بي الاوكسيبيتال كوندايل تمام هنا ايضا اذا تشوف انه واضح الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس واللاينات مالته تمام واضح يعني واضح جهه البوستيريور هنا شويه تمام يلا طلاب هسه خلني اجي نقرا عن الاوكسيبيتال بون اول شيء انا لازم اجي اعرف بان الاوكسيبيتال بون عده اشياء هذني الملونات المربعات ذني ملاحظات عنها اقول لك is a major bony element of this part of base of the skull اقول لك انه هي عباره عن جزء عظمي او عنصر عظمي تمام من البيس اوف ذا سكول تكون البيس اوف ذا سكول اذا تلاحظون هاي البيس اوف ذا سكول هاي البيس اوف ذا سكول تمام هاي البيس اوف ذا سكول يقول لك هي تكون لك اكبر عنصر او اكبر جزء من البيس اوف ذا سكول تمام بعد يقول لك كفر ذا باك اوف ذا هيد تمام طلاب احنا ليش سمينا الاوكسيبيتال بون اوكسيبيتال بون ليش سميته اوكسيبيتال لان هي كفر ذا باك اوف ذا هيد منطقة الأوكسيبت تمام مو هي غطت منطقة الأوكسيبت سميتها أوكسيبيتال بون ليش لأن هي من جهة البوستيريور راح تغطي لي الباك أوف ذا هيد ات بارتيسيبيت ان فورميشن راح تشارك في تكوين الكالفوريا والبيزك كرينيوم كلنا نعرف انه هي اذا ترجع للصور تشوف انه هي راح تشارك بالكالفوريا والبيزك كرينيوم تمام هاوسز ذا سيريبلم تحتوي على المخيخ طلاب هسه هنا هذا مو قاعده الدماغ هنا تمام احنا هاي ماخذيها اللي هي بيزك كرينيوم جاي اشوفها من سوبريور فيو البيزك كرينيوم هنا مو يقعد الدماغ يقول لك هنا اي هاي الاوكسيبيتال بون بالجزء البيزك مالتها تمام البيزك مالتها يعني جزء البيس القاعده مالتها من تتد للانفيريور من ابوع بالسوبريور انا يعني ابوع للسوبريور لها اللي هي هنا مو يقعد الدماغ تمام اشوف هنا يقعد السيربلم اللي هو المخيخ هنا يقعد السيربلم اللي هو المخيخ هنا ها تمام ده تشوفوه خليني نجي نكمل اقول لك it houses the cerebellum it is only
It's only cranial bone to articulate. To articulate with the cervical spine. يقلك هي الوحيدة من عظام الكرينيال راح إنه تسوي لي تمفصل ويا cervical cervical spine يعني اللي ويا الفقرات مال العنق. على مود شنو؟ على مود تحرك الرأس. تمام؟ لأن هي راح تتمفصل لي من خلال الكوندايل مالتها. إحنا مو قلنا بيها occipital condyle اللي هسه راح نأخذ إنه occipital condyle بالتفصيل يعني اللي هن ذني occipital condyle. تمام اللي هن ذني الاوكسيبيتال كوندايل تمام هاي الفورامينا ماجنوم ذني الاوكسيبيتال كوندايل اللي موجوده باللاترال بارت او الكوندايلر بارت اوف اوكسيبيتال ذني اوكسيبيتال كوندايل يقلك ذني الاوكسيبيتال كوندايل راح يتمفصل لي ويا السيرفايكال سباين سيرفايكال سباين اللي هي الفقرات مالت العنق تمام هاي المعلومه اللي راح تجي ام سي كيو تمام ذني تشانن هيج تمام هيك يعني طلع عليهن بس هاي المعلومه اللي بالاحمر راح تجي ام سي كيو اللي انا مخليها بالاسود كاتبها اقول لك the most visible feature of the squamous part of the occipital bone when examining the inferior view of the skull is the ridge of the bone the external occipital crest شنو هاي شو يقول لي هنا اقول لك يابا يقول لك المنطقة اللي راح تكون جدا يعني أقدر أشوفها من أحط الأوكسيبيتال بون أشوفها ما أحتاج إلى يعني أقرب عيوني يمها يلا أشوفها لا يقول لك تشوفها كلش اللي هي موجودة بالسكواموس بارت تمام هذا رج بما أن قل لك رج وموجودة بالسكواموس بارت تمام رج وموجودة بالسكواموس بارت خلي نرجع هذا السكواموس بارت تمام خلي امسح هاي هذا السكوماس بارت تمام وين هالرج اللي هي هاي الكريست الكريست هي نفسها رج تمام الكريست هو نفسه رج تمام هذا الرج هو نفسه كريست فيقول لك الرج اللي موجوده بالسكوماس بارت يكون جدا جدا انه انا اشوفها تمام موست فيزبل موست فيزبل عندما انا شنو عندما يقول لك من examining of the inferior view يعني شنو examining of the inferior view يعني من انا اخلي السكول يمي انا هسه مخلي السكول يمي وجاي ابوعلها ابوعل السكوماس بارت اشوف منطقه او اشوف حافه تكون واضحه اللي هي شو اسمها اسمها external occipital crest تمام هاي الاكسترنال اوكسيبيتال كريست اللي قلت لك عليها تطلع لي من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرنس تطلع لي من جهه البوستيريور وتمتد لي الانفيريور تنتهي بالفورامينا ماجنوم تمام اقول له ويتش اكستين داونورد شوف داونورد يعني تنزل لجوا from the external occipital protuberance هي راح تطلع لي من external occipital protuberance toward يعني راح تنزل المن للفورامينا ماجنام يعني بالفورامينا ماجنام هي تنتهي لما توصل لها تمام طلاب احنا عندنا superior انيوكالاين وانفيريور انيوكالاين هذين اخذناهن بالاوفر فيو من اخذت البوستيريور فيو عرفتهن هنا انا كاتب لك ملاحظه اني قلت لك the inferior انيوكالاين arch شنو arch هاي كاتبها كاتبها اعتقد نصا بس شويه يعني بها اختلاف كاتبها بالاوفر فيو بالبنزمه مال الاوفر فيو قلت لك the inferior nuchal line arch يعني شنو يتقوس يعني هذا الانفيور هسه مو هذا external protuberance external occipital protuberance يطلع منه كريست قلت لك منها يطلع لك السوبريور nuchal line وهذا الكريست اللي اسمه external occipital crest قلت لك بالميد بوينت مالته شنو راح يطلع لي اللي inferior nuchal line تمام يقول لك هذا الانفيريور nuchal line arch تمام ده تشوفوا شلون يتقوس تمام laterally روح لللاترال تمام from the midpoint of the crest بالميد بوينت اوف ذا كريست وضحتها زياده عن اللزوم راح نجي للبارت مال الاوكسيبيتال بون البارت مال الاوكسيبيتال بون خليني نجي نقرا يقول لك it has four parts تمام organized around the فورامينا ماجنوم يعني هذني راح انظمهن الفور بارت تبعا للفورامينا ماجنوم على سبيل المثال اللي يصير بوستيريور للفورامينا ماجنوم اسميه سكواموس بارت اللي يصير انتيريور خلي اطلع لك صوره عن مود تصير واضح هاي الفورامينا ماجنوم اللي يصير بوستيريور للفورامينا ماجنوم اسميه سكواموس بارت اللي يصير انتيريور للفورامينا ماجنوم اسميه بازيلار بارت اللي يصير lateral للفورامينا ماجنام أسميه lateral part هذا lateral part مو بي occipital condyle سميته condylar part تمام نجي هسه نقرأ
يقول لك البيزل بارت it is extend forward and upward to fuse with the saphenoid. هذا هو البازيلر بارت. جاي احكي لك على البازيلر بارت. يقول لك البازيلر بارت راح يمتد لي فورورد يعني الى الامام حتى يتمفصل لي ويا السافينويد بون. تمام. يقول لك بعد شنو which is anterior to the foramina magnum. تمام حكيناها. سكوامس بارت or سكواما بارت نفس الشيء. It is curved. It is a curved or expanded. إنه هو يكون منحني هذا السكوامس بارت. منحني إلمن إلى الأسفل. قلت لك مو هو ينحني إلى الأسفل بحيث إنه هو يكون posterior للفورامينا ماجنم يمتي ينحني إلى الانفيريور. تمام. فهو curved و expanded هو أكثر واحد واسع. تمام. Which posterior to the foramina magnum. تمام. Two lateral parts اللي هو condylar part. Which are lateral to the foramina magnum and has تقدر تكملها تقول and has occipital condyle. هسه راح ناخذ الاوكسيبيتال كوندايل ونحكي عنها. يقول لي the squamous and lateral part. يقول لك يابا هذا السكوماس هذا السكوماس بارت وهذا اللاترال بارت ايش بيهن. يقول لك السكوماس واللاترال بارت are component of the posterior part of the base of the cranium. طلاب هذا البيس مال الكرينيوم. يقول لك هاي اللاترال بارت وهذا السكوماس بارت يكونن بشكل اساسي البوستيريور بارت اوف بيس اوف سكول. هسه هاي مو البيس مال سكول. تمام. البيس مال سكول راح تنقسم لي الى انتيريور بارت اللي هو هذا والى بوستيريور بارت. يقول لك يابا هاي اللاترال وهاي السكوماس بارت يكونن البوستيريور بارت مال البيس مال التلسكول. ها خليني اجي هسه لذني هذا الستايت مهم مهم كلش. يعني حتى انا كاتب لك عباره عن ام سي كيو ومطشر. تمام. اول شيء يقول لك شنو الفورامينا ماجنم. مو حكينا صار لنا ساعه على الفورامينا ماجنم. قسمنا الاوكسيبيتال بون اوكسيبيتال بون حسب الى فور بارتس حسب الفورامينا ماجنم. هاي خلينا نجي نعرف شنو هاي. يقول لي هاي لارج اوفال اوبننج عباره عن فتحه تكون كبيره وبيضاويه. اوفال يعني بيضاويه. تمام. At center of the bone موجودة في مركز البون. تمام. بالسنتر يعني بالسنتر مال البون. تمام. تمام. هسه هاي شنو غرضها هاي الفورامينا ماجنم. غرضها انه تمر من خلالها structures. هاي structures شنو اسمها structures. خلينا نجي نقرأ. اقلي structures that pass through this foramina include يعني راح تتضمن شنو الاشياء اللي راح تمر من خلال هاي الفورامينا. الله ليش خلقها على مود تمر من خلالها structures. هاي structures خلينا نجي نقرأها. أول structure راح يمر من خلالها طبعا هاي حفظ ذني لأن يجي MCQ ويجيك مو بس MCQ يجيك بالسؤال النصي يقول لي what the structures that pass through the foramina magnum تعدد اللي هي. تمام. أنا مرتب لك إياهم أنت تعددها ذني فيت. يقول لي spinal branch of accessory nerve. شنو هذا spinal branch طلاب. أكو accessory nerve هذا النيرف من طبعا يتكون لي من two parts. تمام. شنو هذا قصته؟ خلي نروح شويه نعوف الفورامينا ماجنم. هسه احنا اول شيء راح نجي السباينال برانش اور سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف. خلينا نجي نفهم. انا هسه اريد اشرح لك قصه الاكسسوري نيرف. خلينا نجي نفهم شنو هذا الاكسسوري نيرف. هذا اخذناه بالابر لم هم ما فهمنا شنو هذا الاكسسوري نيرف. طبعا انا حتى افهمك هذا الاكسسوري نيرف رسمت لك رسمه انا بسيطه ومتواضعه. هاي الرسمة على مود انت تفهم. تمام. على مود تفهم قصته لان اذا احكي لك اياها سارد كل شيء ما راح تفهم. تمام. خلينا نجي نشرح قصة الاكسسوري نيرف. ناخذ لنا كم دقيقة نشرح بيها. هذا البرين وهذا السباينال كورد. تمام. هاي الفورامينا ماجنم مال الاوكسيبيتال بون. تمام. اوكسيبيتال بون هاي الفورامينا ماجنم. تمام. هسه هاي كم شغلة خلصنا منها. يقول لك يابا هذا الاكسسوري نيرف اللي هو هذا الاكسسوري نيرف. تمام. تشوف ببارت يعني بارت اصفر وبارت برتقالي. يعني هذا الاكسسوري نيرف يتكون لي من تو بارت. بارت يطلع لي مباشره من البرين وبارت يطلع لي مباشره من السباينال كورد. تمام. تمام. يعني هذا البارت هذا راح يتكون من كرينيال بارت ومن السباينال بارت. تمام. كرينيال بارت يعني بارت راح يطلع لي من البرين وسباينال بارت يعني بارت راح يطلع لي من السباينال كورد. تمام. طلع هذا السباينال بارت مالت من مال الاكسسوري نيرف. طلع هذا البارت بارت مر من خلال من الفورامينا ماجنم مر 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 دخل السكول
لقى الكرينيال بارت، خلي امسح صارت هوسه، لقى الكرينيال بارت، الكرينيال بارت طالع لي من البرين دخل من الفرامين، لا ما يدخل، بس السباينال بارت دخل من خلال الفرامين ماجنم. لقى الكرينيال بارت اتحد وياه سووا نيرف اسمه اكسسوري نيرف، يعني هسه هم سووا نيرف اسمه اكسسوري نيرف. تمام صارت واضحه يعني هذا الرسم تقدر انه انت تقراه اصلا بدون ما انا اشرح لك اياه، تمام؟ لان الرسم كلش حيوضح لك قصه الاكسسوري نيرف. تمام هسه يا هو الاكسسوري نيرف مو هو اللي راح يمر من خلال الفورامينا ماجنم، وانما السباينال بارت مالته راح يمر من خلال الفورامينا ماجنم. فهو هنا ايش كاتب لك؟ ايش كاتب لك؟ كاتب لك السباينال ستراكشر ذات باس ثرو ذا فورامينا ماجنام. اول واحد يقول لك السباينال بارت او سباينال برانش، نفس الشيء، اوف اوكسيبيتال او سوري اوف اكسسوري نيرف. تمام نجي ثاني شيء اللي هو السباينال فين. تمام السباينال فين طبعا ذني كلنا راح نرجع ناخذهن. تمام السباينال فين، الانتيريور اند بوستيريور سباينال ارتري راح ناخذه يعني بس مو هسه، والفيرتبرال ارتري هم راح نرجع ناخذه. خلينا نجي للرابع. رابعا هنا ايش دا يقول لك برابعا؟ طبعا من اسامي هنا تقدر سباينال نيرف سباينال فين، يعني نير فين راح يمشي ويا السباينال ويجي يمشي ويا السباينال سيرفايكال سباين. تمام وراح يدخل من خلال الفيرت الفورامينا ماجنم. تمام انتيريور اند بوستيريور سباينال ارتري، ارتري راح تمشي انتيريور السباينال للسيرفايكال سباين وبوستيريور السيرفايكال سباين وتمر من خلال هاي الماجنم. تمام كذلك انه بس راح نرجع هنا ناخذهن بالمحاضرات اللي تجي، بحيث انه هسه انت ما مطالب تحفظها، لما ناخذهن احنا يلا انت تجي تحفظهن، وانما فقط اطلع عليهن. تمام خليني نجي هذا الرابع. عن شنو هذا الرابع؟ اقول لك البرين ستيم، يعني طلاب هسه احنا اخذنا سابقا قلت لك الروت، هو قلت لك الروت. تمام الروت هو نفس ستيم، اثنيناتهن يعني جذر. تمام فمن اقول اني برين ستيم يعني جذر الدماغ، يعني القاعده مالت الدماغ. تمام تمام زين القاعده مالت الدماغ، يقول لك يا بالقاعده مالت الدماغ النقطه او البارت النهائي مالت الدماغ شنو اسمه؟ اسمه مديولا اوبلينجاتا، مديولا اوبلينجاتا. هذا المديولا هسه مو هذا البرين، تمام هذا الجزء البارت مالته، هذا البرين راح يتحول الى سباينال كورد. تمام هي هي اللي راح تتحول لي اللي هي الاو اللي هي اللي راح تمر من خلال الفورامينا ماجنام اللي هو البارت اللي اسمه مديولا اوبلينجاتا، يعني مو تتحول الى سباينال كورد من خلال انه هي تمر من الفورامينا ماجنام، مجرد ما تعبر الفورامينا ماجنام راح تتحول الى سباينال كورد، بعدين راح ناخذها بمحاضره البرين. تمام الفيرتبرال ارتري اكيد ارتري يطلع من الفيرتبرا يدخل بالفورامينا ماجنام، يعني هي من الاسامي مالتهن تقدر انت تحللهن، بس احنا راح نرجع ناخذهن يعني بعدين. ال ها هسه راح نجي للكوندايل اللي هي الاوكسيبيتال كوندايل اللي شرحتها ببدايه المحاضره. الاوكسيبيتال كوندايل اللي هو هذا تلاحظون انه بهوايه حكي هذا الاوكسيبيتال بون، هاي الاوكسيبيتال كوندايل. تمام الاوكسيبيتال كوندايل اللي هي هاي، تمام هاي الوحده بالرايت وحده بالليفت، موجوده بيا بارت باللاترال بارت اور كوندايلر بارت اوف اوكسيبيتال بون. تمام هاي خلينا نجي نقرا عنها. يقول لك يا بالاوكسيبيتال كوندايل on each anterolateral border of the foramen magnum around the occipital condyle، يعني يقول لك بالانتيرولاترال من جهه الانتيرولاترال بوردر بالحافه اللي انتيرولاترال مال الفورامينا ماجنام اكو راوندد اوكسيبيتال شنو كوندايل. اول شيء هاي الاوكسيبيتال كوندايل تشبه الكليه، يعني تشبه الكدني. تمام اذا تشوفوها تشبه الكدني. تمام يقول لك وين صايره هاي؟ هسه هاي شنو هاي اللي جاي نحكي عنها؟ هاي الفورامينا ماجنم. تمام عباره عن اوفل، مو احنا قلنا هي بيضاويه؟ تمام يعني شلون تصير بيضاويه؟ يعني هيك صايره. تمام يعني هيك صايره. عندك هذا الجزء هو البوستيريور بارت او البوستيريور بوردر او فورامينا ماجنم، هذا الجزء اسمه انتيرولاترال او فورامينا ماجنم، وهذا الجزء اسمه انتيرولاترال او فورامينا ماجنم. خلي بدل لك اللون، نقول لك هذا الجزء اللي هو الانتيرولاترال من الفورامينا ماجنم، تمام اللي هو جزئين طبعا
اللي هو جزئين، هذا الجزء انتيرولاترال وهذا الجزء انتيرولاترال. اقول لك هاي اللي تشبه الكدني اللي هي الاوكسيبيتال كوندايل، اقول لك صايره بالانتيرولاترال للفورامينا ماجنم. تمام، هاي هيك هاي موقعها هيك عن المدوضة. رحت للصوره عن المدوضه لك. اقول this bird structures articulate with the atlas vertebral one. هاي vertebral one، تمام، هاي one بس باللاتيني هيج تنكتب ال one، تمام، يعني تقدر تكتب C1، يعني cervical vertebrae، first cervical vertebrae. اقول لك يابا هاي الكوندايل، انا هسه هاي جبت لك صوره من التطبيق على مود تفهمها. طلاب اكو احنا عندنا 7 cervical vertebrae، تمام، يعني عندنا 7 فقرات عنقية. تمام، الفقرة العنقية الأولى اللي هي الفيرست سيرفايكال فيرتبري اسمها أطلس. شو أسميها؟ أسميها أطلس. هاي الفيرست سيرفايكال فيرتبري تجي تتمفصل ويا الأوكسيبيتال كوندايل أوف أوكسيبيتال كوندايل أوف أوكسيبيتال بون، تمام، من خلال السوبريور ارتكولار فاسيت مالتها. هي عندها سوبريور ارتكولار فاسيت وعندها انفيريور ارتكولار فاسيت. هاي الانفيريور تروح تتمفصل لي ويا السكند ويا السي 2 اللي هي السكند سيرفايكال فيرتبرا، ما علينا بها. اما سوبريور ارتكولار فاسيت راح تتمفصل لي ويا السكول. وين تحديدا بالسكول؟ بالاوكسيبيتال كوندايل اوف اوكسيبيتال بون. زين، شو راح تسوي جوينت؟ هذا الجوينت اسمه اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. اتلانتو نسبة للأطلس او اوكسيبيتال نسبة للأوكسيبيتال بون، تمام، فسميته اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. هذا نوع الجوينت شنو يكون؟ ساينوفيال جوينت. ليش ساينوفيال جوينت؟ لان يتحرك كلش هوايه، لان هي هاي من خلال هاي الأطلس راح يتحرك الراس، مثلا يسوي اكستنشن، يسوي، يعني راح ناخذ بالحركات مال الراس بعدين، انه حركاته هي مسؤوله عن حركه الراس. تمام، يعني حركه الراس للجوانب، للامام، للخلف. تمام، نجي نكمل. انقلي this bird structures articulates with the atlas اللي هي vertebral first cervical vertebra. اقول لك posterior to each condyle، يعني posterior لهاي الكوندايل، هاي الكوندايل، تمام، posterior لها اكو شيء اسمه اكو فوسة. هاي الفوسة عبارة عن خسفة. هي الفوسة شنو؟ خسفة، يعني من اخلي ايدي هنا احس خسفة، احس طمسة، ايدي تطمس. تمام، بهاي الفوسة اللي هي اسمها condylar فوسة اكو كانال، اكو كانال اللي هي هاي الكانال، هاي الكانال، تمام، هاي الكانال، هاي الكانال شنو اسمها؟ اسمها هاي الكانال اسمها كوندايلر كانال. شو اسمها؟ اسمها كوندايلر كانال. تمام، خليني نجي نقرا. اقل بوستيريور تو ايتش كوندايل از دبرجن، خسفه. دبرجن يعني شنو؟ خسفه. تمام، اللي هي اسمها كوندايلر فوسا containing. وين كنت الكوندايلر فوسا؟ هاي بالاحمر، هاي الدائره بالاحمر، انت بس تخلي ايدك عليها تحس بخسفه. هي هاي الخسفه اسمها كوندايلر اوكسيبيتال كوندايلر. هاي الكوندايلر فوسا اور اوكسيبيتال فوسا، كوندايلر فوسا اسمها containing. ايش راح تحتوي لي؟ تحتوي لي كوندايلر كانال. ايش تحتوي لي؟ كوندايلر كانال اللي راويت لك اياها قبل شويه. anterior and superior to each condyle، يعني anterior و superior each condyle اكو كانال ايضا اسمها large hypoglossal canal. hypoglossal canal وين هالhypoglossal canal؟ هي هاي مو هاي الكوندايل، اكو هنا كانال. هاي الان جاي اشرها بالاصفر، هاي تخترق بعدين، تخترق الكوندايل حتى يقول لك هي pursed. تمام، هسه راح ناخذها. اسمها شنو؟ اسمها هاي اللي اسمها hypoglossal canal. تمام، بعد ايش عندنا بالكوندايل؟ خلصناها اعتقد. تمام، خلصناها اللي هي اللارج هايب. هذين ام سي كيوات واضحه يعني تجيك. هاي القصه مال الاكسسوري فين، الرسمه ضروري انه حتى ترسموها انتم على مود تفهموها. هاي الرسمه يعني كلش حتوضح لك. زائد اكو شغله انا بالرسمه هسه شفتها، قلت لي اقول لك انه هاي السباينال بارت اللي يطلع لي من السباينال كورد يروح يغذي لي عضله الترابيزيس مصل. عضله الترابيزيس مصل اللي هي تكون مثلثه، هاي العضله اللي تكون مثلثه، تمام، اللي اخذناها بالابر لم، هاي الترابيزيس. تمام، اقول لك يا هاي معلومه يعني هيك تاخذها، انه هي السباينال بارت مالته
قبل لا يسوي لي الاكسسوري نيرف، الاكسسوري نيرف يقول لك انه هو راح يشارك لي في تكوين عضلة الترابيزياس. تمام، هاي الأطلس. طبعا هاي الأطلس اللي يريد يشوف الأطلس، بعدين راح ناخذها من ناخذ النيك ريجين، راح ناخذ راح ناخذ الفيرتبرا السيرفايكال فيرتبري. هاي الأطلس هاي من جهة البوستيريور اللي تشوفوها بها سوبريور ارتكولار فاسيت. هاي سوبريور ارتكولار فاسيت اللي هاي اشارتها بالأحمر بالأصفر، هاي اللي راح تتمفصل لي ويا الكوندايلر ويا ال ويا الاوكسيبيتال كوندايل مالت الاوكسيبيتال بون. هاي الانتيريور، هاي من جهة الانتيريور، هاي من جهة البوستيريور، واني جاي اباوع لها من جهة السوبريور. يعني انا هنا من جاي اباوع هنا من جهة السوبريور، شوف هاي البوستيريور مالته وهاي الانتيريور. وصلنا للجينجولار فورامينا. الجينجولار فورامينا هسه احنا شنو اخذنا؟ اخذنا فورامينا تكون اوفال وتكون لارج اللي هي الفورامينا ماجنم. وصلنا للجينجولار فورامينا. الجينجولار فورامينا عبارة عن فورامينا راح يشارك بتكوينها عظمتين، عظمة الأوكسيبيتال بون وعظمة التيمبرال بون. شلون راح أعرف تكوينها؟ هسه راح أعرف تكوينها من خلال هذا الحكي اللي هنا. تمام، أول شيء خلينا نجي نقرأ ناخذ أوفرفيو عنها، ناخذ شغلة بسيطة عن هاي الجينجولار فورامينا. تمام، يقول لك located between the vitreous part of temporal bone. إذن هو راح يشارك بتكوينها الأوكسيبيتال بون والتيمبرال بون. يا بارت من التيمبرال بون هو الفيتروس بارت. تمام، التيمبرال بون، التيمبرال بون اكو بارت بي اسمه بيتراس بارت، بعدين راح ناخذه. هو يقول لك البيتراس بارت من التيمبرال بون. انت هسه شنو المطلوب منك؟ مطلوب منك انه تعرف انه هي راح تقع بين التيمبرال بون والاوكسيبيتال بون. البيتراس بارت بعدين من ترجع تقرا المحاضره انت ماخذ التيمبرال بون ومكملها، فراح تعرف شنو البيتراس بارت. Structures that pass through it. وهسه أنا من أروح للصورة أوضح لك وين البيتراس بارت. Structures that pass through it. عدة structure راح تمر من خلاله. أول structure اللي هي راح تكون الجلوكو الجلوسو فارنجيال. الجلوسو فارنجيال قلت لك إنه إحنا عدة 12 كرينيال نيرف تطلع دايركشن من البرين. التاسع والعاشر والهدعش يمرن من خلال الجينجولار فورامين، يعني طلع من خلال الجينجولار فورامين. يا هو الجلوكو الجلوكو فارنجيال، هذا جلوكو فارنجيال اللي هو يكون التاسع. بعدين راح ناخذ احنا صوره كامله كلين نعددهن. تمام، التاسع تمام اللي هو الجلوسو فارنجيال، وراح ناخذ ايضا احنا مو قلنا 12، راح ناخذ واحد واحد ونعرف شنو وظيفته. مثلا واحد شم، واحد نظر، واحد تذوق بهالمعنى. وعندك الفاغس ايضا راح يمر من خلاله، راح يمر من خلاله الاكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف يعني وهو يحتوي على البارتات اثنيناتهم. يعني هسه اذا تريد ترجع للاكسسوري نيرف مثلا نجي للسباينال بارت مالته، راح يمر من خلال ال الماجنم. تمام، الفورامينا ماجنم. تمام، راح يمر من خلاله. لكن هو الاكسسوري نيرف راح يمر، لا الاكسسوري نيرف راح يمر من خلال فورامينا ثانيه، فورامينا تمام اسمها جينجولار فورامينا. لكن اكو بارت منه اسمه سباينال بارت يريد يكونه، يعني بعده ما متكون، يمر من خلال فورامينا ماجنم. تمام، اعتقد واضحه صارت. اذا هو الاكسسوري نيرف وهو ملتحم، يعني هو يحتوي لي على السباينال بارت أو سباينال برانش، ويحتوي على الكرينيال برانش أو كرينيال بارت، نفس الشيء. تمام، هذين الاثنيناتين بعدين راح ناخذهن اللي هي الانترنال جينجولار فين والانفيريور بيتروزال أو بيتروسال ساينس، بعدين راح ناخذهن. تمام، هسه انت اللي مطلوب منك تعرف شنو؟ تعرف الستراكشرز، تطلع لي على الستراكشرز اللي راح تمر من خلاله. لان ذني انت من راح ترجع تقرا المحاضره، يعني بعد ما نتقدم بالمحاضرات وترجع تقرا هاي المحاضره وتراجعها، راح تعرف شنو انترنال جوجولار فين، شنو انفيريور بيتروزال ساينس. تمام، الهايبوغلوسال كانال. هايبوغلوسال كانال عباره عن كانال موجوده يم
طبعا شرحناها هاي، قلنا هي كنال موجودة هنا، تمام؟ هاي الهايبوغلوسال هنا موجودة، بس هاي الهايبوغلوسال هسه راح احددها ما تقعد راحة، شو تسوي؟ تخترق لك بيرسس، تخترق لي الكوندايل اللي هي الاوكسيبيتال كوندايل. اذا ندليناها تمام، خلي اطلع لك صورة لها واضحة مشريها. هاي الهايبوغلوسال كنال، هاي اللي تشوفوها اللي هي راح تخترق لي بعدين، تخترق لي منها انا شوية، تخترق لي الاوكسيبيتال كوندايل. نجي نرجع، يقول لك pierces the condylar part of the شنو condylar part of the bone. طلاب هنا تقول لك راح تخترق لك، ايش تخترق لك؟ قبل شوي قلت لك انا condyle occipital condyle. لا طلاب بس ركزوا وياي، هاي ال 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 بس خلي اطلع لك الصوره الواضحه اللي عليها اللي احنا اخذناها. هاي شنو اللي هي الهايبوغلوسال كانال اللي هي هاي، يقول لك هاي موجوده وين راح تخترق لي؟ تخترق لي lateral part of occipital bone، تمام؟ يعني هي موجودة هنا، تخترق لي أو تمشي باللاترال بارت أوف أوكسيبيتال بون. يعني هي وين موجودة؟ وين فويند باللاترال بارت أوف أوكسيبيتال بون، تمام؟ يعني هيك قصدي أنا من قلت لك تخترق لك الكوندايل، تمام؟ versus the condylar part of the bones of the bone، يعني هو البون الأوكسيبيتال بون، condylar part يعني اللاترال بارت. Structures pass through it أكيد باسمها اللي هو الهايبوغلوسال نيرف اللي راح يكون والفزل. الهايبوغلوسال نيرف اللي هو أحد الكرينيال نيرف اللي هو راح يمر واللي هو راح يمر من خلال الهايبوغلوسال كنال، تمام؟ وأيضا فزل اسمها هايبوغلوسال فزل، قلت لك إحنا شكو كنال شكو فرامنا راح تمر من خلال الفزل نسميها باسمها. خليني جي هسه شلون راح تتكون لي جينجيولار فين، شو راح تتكون لي؟ خلينا نجي، يقول لك lateral to each hypoglossal canal. hypoglossal canal تمام، خلي اجي اشرح واحكي. يقول لك هاي الهايبوغلوسال كانال تمام، lateral الها اللي هي lateral الها اللي هو شنو؟ lateral الها اللي هي jingular foramen، تمام؟ يقول لك هاي jingular foramen راح تتكون لي من two notch، تمام؟ نوتش هاي اللي هي وين موجودة؟ هاي النوتش موجودة بالأوكسيبيتال بون، ونوتش موجودة بالتيمبورال بون اللي هي هاي، تمام؟ التحدد ان النوتش اثنيناتهم ايش كون لي الفورامينة اللي هي الجنجولار فورامينة، تمام؟ ما وضحت الصورة، نجي اللي هنا واضحة كلش اصلا مبينة، تمام؟ هاي النوتش تقول لك هاي الفورامينة متكونة من تو نوتش، يعني هاي الفورامينا راح يشارك بتكوينها تو بونز، التيمبرال بون اللي هو هذا والاوكسيبيتال بون اللي هو هذا. هاي اللي هي النوتش مالت الاوكسيبيتال بون، وهاي النوتش مالت التيمبرال بون، اتحدن اثنيناتهم سوين لي جينجولار فورامينا، سوين لي جينجولار فورامينا. نجي نقرا، يقول لك lateral to the each hypoglossal canal is a large or irregular jangular foramen formed by، شلون راح تتكون لي؟ من opposition، يعني ال opposition اكو two notch opposition، يعني هاي notch تمام موجوده وين؟ بالtemporal bone. هاي notch تمام، هاي notch موجوده بالtemporal bone، وهاي notch ثانيه وين موجوده؟ وين موجوده؟ بالoccipital bone، تمام؟ ذن النوتش اثنيناتهم اتحدن، ذن وحده تقابل الثانيه اتحدن، سوى لي جينجولار فورامينا، تمام؟ سوى لي جينجولار فورامينا، تمام؟ اذا الاوبزيشن يعني يقصد شنو؟ يقصد النوتش الاولى والنوتش الثانيه، وحده متقابله ويا الثانيه. اوبزيشن اوف ذا جينجولار نوتش، النوتش الاولى اسمها جينجولار نوتش اوف ذا اوكسيبيتال بون، والجينجولار نوتش اوف ذا تيمبرال بون يتحدن يسوى لي الجينجولار فورامينا. الجينجولار فورامينا. الارتكوليشن مال الاوكسيبيتال بون، تمام؟ الاوكسيبيتال بون اكيد ارتكوليشن ويا من؟ ويا البارايتال بون، من خلال اللمبيدويد بون، تمام؟ من خلال اللمبيدويد سيوتشر راح تتمفصل ويا من؟ ويا التيمبورال بون، ويا التيمبورال بون. لكن التيمبورال بون شويه راح نروح تو سيوتشر، بيها تو سيوتشر راح تتمفصل وياها. تعالوا هنا طلاب، هاي القاعده اللي يقعد بيها الدماغ، مو صحيح؟ هاي شنو هي؟ هاي اللي هي الاوكسيبيتال بون، وهاي بالاحمر التيمبورال بون. يقول لك هاي الاوكسيبيتال بون راح تتمفصل لي ويا التيمبورال بون من خلال تو سيوتشر، اول سيوتشر هذا وثاني سيوتشر هذا. اول سيوتشر اسمه
اسمه بترو اوكسيبيتال سيوتشر. ليش بترو؟ نسبة للبتراس، اكو بارت منه اسمه بتراس، تمام؟ هو اللي راح تتمفصل لي ويا البارت الاول اللي هو البتراس، فراح اسميه بترو اوكسيبيتال بون اوكسيبيتال سيوتشر، ويا السيوتشر الثاني اللي هو اسمه اوكسيبيتو اللي هو اسمه اوكسيبيتو ماستويد سيوتشر، نسبة للماستويد بون. وين الاوكسيبيتو ماستويد؟ هنا واضح، هذا الماستويد بروس، هذا الماستويد بروس، تمام؟ اللي هنا مأشر لك عليه أيضا، هذا الماستويد بروس، تمام؟ يقول لك هذا الماستويد بروس راح يتمفصل لي ويا الأوكسيبيتال بون من خلال جوينت أو سيوتشر. شو اسمه هذا السيوتشر؟ اسمه أوكسيبيتو ماستويد سيوتشر. وكذلك راح يتمفصل لي هنا بجزء صغير كلش اللي هو هنا واضح اللي اسمه بترو أوكسيبيتال سيوتشر. إذن هسوي تيمبرال بون من خلال تو سيوتشر، واحد هاي السيوتشر الثاني وهاي السيوتشر الثاني، أوكسيبيتو ماستويد سيوتشر والبترو بترو أوكسيبيتال سيوتشر. والسفينويد بون، هاي السفينويد بون راح تتمفصل ويا البازيلر بارت، راح تتمفصل ويا السفينويد بون من خلال السفينو أوكسيبيتال سيوتشر. ويا الفيرست سيرفايكال فيرتبري من خلال الأطلس ويا الكوندايلر، تمام؟ ويا الأوكسيبيتال كوندايلر. إيش كنا شو نسمي؟ قلنا نسمي أتلنتو أوكسيبيتال جوينت، أتلنتو أوكسيبيتال جوينت اللي هو يكون نوعه ساينوفيال جوينت، اللي يكون نوعه ساينوفيال جوينت. ليه ساينوفيال جوينت؟ لأن يكون كثير الحركة، تمام؟ هاي الكرينيال، هاي الكرينيال نيرف. قلت لك هسه احنا شو اخذنا من الكرينيال نيرف؟ اخذنا الفاغاس، واخذنا الاكسسوري اللي قلنا بي تو بارت، واخذنا الهايبوغلوسال، تمام؟ وبزني اللي ها والجلوسو فارنجيال، تمام؟ الجلوسو فارنجيال موجود يعني وظيفته، يقوم وظيفته بالبلعوم واللسان، حركة اللسان، وهذا وظيفته اللي هو الباراسمباثيتك، بعدين راح نعرف شنو باراسمباثيتك. والاكسسوري اللي هو ينقسم لي الى تو بارت اللي راح يغذي العضلات، تمام؟ مهمته يغذي العضلات، والهايبوغلوسال ايضا حركة اللسان. يلا طلاب وصلنا للانتيريور فيو. راح الانتيريور فيو راح ناخذ العظام اللي موجوده بالانتيريور فيو. زين وين الانتيريور فيو؟ هذا الانتيريور فيو، هاي عظام، هاي انا جايبه من انتيريور فيو للعظام. اول شيء اجي لي الفرونتال بون، فرونتال بون درستها، تمام؟ الزايغوماتيك هسه راح ادرسها، النيزل هسه راح ادرسها، المكزيلا والمندبل راح اخلي لها بي دي اف او محاضره وحدهن، لان بيهن معلومات شويه لازم نركز عليها. اللاكرمال شويه هنا من هنا مبينه، فراح اخذ اللاكرمال ايضا واعتبرها من الانتيريور فيو. هي اكثر شيء اللاكرمال تبين لي من اللاترال، فانا حبيت اضيفها من الانتيريور، تمام؟ هسه انا ايش راح اخذ لهاي المحاضره؟ راح ادرس النيزال بون، ادرس اللاكرمال، وادرس الزايغوماتيك. هذا البارت الثاني، بالبارت الثاني ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ النيزال بون، اخذنا يعني ايش اخذنا؟ اخذنا الاوكسيبيتال بون، وراح اخذ النيزال بون، اخلي بارت ثالث اخذ بيه اللاكرمال بون، بيها شوي يعني هي مو صعبه اللاكرمال، بس شوي بيها حكي، شوي تروح للجهاز الدمعي. والزايغوماتيك زايغوماتيك بون ايضا راح اخليها اثنيناتهن بارت. على مود هذا الفيديو ما يصير طويل ويصير ممل، لذلك قسمت هاي المحاضره الى 3 بارت. النيزال بون، النيزال بون راح اجي ادرسه محاضره كل سهله، عباره عن سلايد واحد راح ادرسه. النيزال بون يقول لي ذا نيزال بون رايت اند ليفت ار تو اوف ذا 14 فاشيال بونز، هو يعتبر من الفاشيال بونز اللي هي الفيزروكرينيوم، يكون عدد 2 من اصل 14 عظمايه من الفيزروكرينيوم، تمام؟ The fascial bone, the fascial bones articulate with the bones of the cranium اللي هي neurocranium. يقول لك هاي النيزال بون مو تعتبر من الفاشيال بون، الفاشيال بون شوي عرف لك اياها وراد يوضح لك اياها. قال لك هاي الفاشيال بونز، تمام؟ اللي هي النيزال بونز وعظام الوجه كلهن يتمفصلن لي ويا النيوروكرانيوم او الكرانيوم حتى يشكلن لي شنو؟ السكول. هاي اخذناها بالاوفر فيو. The nasal bone are two small oblong bones situated at the superior part of the midline of the face. They form the bridge of the nose. يعني شنو؟ يقول لك هذني النيزال بون يكونن صغيرات ويكونن مستطيلات. يعني شنو يكون يعني مستطيلة، تمام؟ situated at the superior part of the midline of the face.
بالوجه يكونن هن بالسوبريور بارت مالت الوجه. They form the bridge of the nose. معلومة مو كلش مهمة هاي، تقدر حتى تشطبها. يقولك إنه هن شكلن جسر بالأنف، يعني معلومة مو كلش مهمة. The superior border، هسه رح نيجي ناخذ كل border ويا ما رح يسوي الarticulate وشنو صفاته. يقولك the superior border of each nose bone is narrow, thick and serrated. يعني شنو نارو؟ شنو نارو؟ يعني يكون ضيق صغير، ويكون thick سميك، ويكون مسنن. يعني شنو مسنن؟ يعني هيك يكون، تمام؟ ما يكون حاد وإنما يكون مسنن، تمام. For articulation with the nasal notch of the frontal bone، حتى يتمفصل لي ويا nasal notch of the frontal bone. شنو هاي nasal notch of the frontal bone؟ احنا مدرسنا الفرونتال بون كله، ليش ما أخذنا nasal notch؟ أنا ما أخذت النيزل ناتش على المود إنه من أدرس الفرونتال بون وأرجع لك للنيزل ناتش وأرجع لك للسباين على المود تفهمهن. من أخذهن وهن بالفرونتال بون ما راح تفهمهن، أنت راح تقول هذين إلمن، تمام؟ لما أخذ النيزل بون يلا أدرسهن. طلاب هسه إحنا مو درسنا الفرونتال بون بالبارت الأول مال هاي المحاضرة، مو درسنا الفرونتال بون، تمام؟ أخذنا كل شيء بالفرونتال بون، بس تأشيرين ما أخذناهن اللي هن هاي. بالنيزل بارت اكو ارتش اسمه نيزل ارتش، واكو سباين اسمه نيزل سباين، او اقدر اسميه نيزل سباين اوف فرونتال بون، او اقدر اسميه سباين اوف فرونتال بون، تمام؟ اذا بالنيزل بارت مالت الفرونتال بون اكو نيزل ارتش واكو سباين، ما اخذتهن على مود بناخذ النيزل، من اخذ النيزل النيزل بون على مود افهمهن. خلينا نرجع هسه احنا للنيزل، نرجع للنيزل بون. يقول لك انه هاي السوبريور بوردر اوف ذا ايتش نيزل بون از نارو ثيك وسيريتد، مسنن عرفناها. ارتكيوليشن وذ ذا نيزل نوتش اوف ذا فرونتال بون، قلت لك مو اكو نيزل نوتش اللي هي تكون مسننه. يقول لك هذا السوبريور بوردر مو يكون مسنن، تمام، والنوتش تكون مسننه، بس راح هاي السنون تقعد بكل نوتش، يعني تصير مثل المفتاح، تمام؟ صير مثل المفتاح من الدخلة بهاي مالت الباب، تمام؟ والدور تفتح الباب، هو هيك راح يصير، يكون مسنن، واللي راح يلقى العظمة الثانية أيضا راح تكون مسننة. فيقول لك أيضا بالنيزل notch of the frontal bone the inferior border the inferior border attached to the lateral nasal cartilage. طلاب قبل لا أجي أخذ هذا الشيء لازم أنا أجي أعرف شغلة معينة، أعرف النيزل سبتم وأعرف النيزل كارتليج. طلاب بس خلي أجي أفهم شغلة، هاي المحاضرة أو هذا النوتش أو هذا السبتم والكارتليج راح أخذه من أخذ المحاضرة الأنف، راح أخذ محاضرة كاملة عن الأنف، وراح أخذ النيزل كافيتي وغيرها، تمام؟ فأني راح أخذ لك هاي المصطلحين هذني، راح يفيدنا من أدرس محاضرة الأنف، من آخذها أنا راح أتذكرهن. فأنا قلت لك إنه محاضرات السكول راح تمهد لي للمحاضرات اللي راح تجي، من محاضرات العين، من محاضرات الأنف، لأن السكول أو الهيد والنك يكون منطقة صغيرة ومتداخلة، فكل يعني كل شغلات كل محاضرة راح أكررهن. فأنت إذا ما ضبطت السكول ما راح تضبط باقي المعلومات اللي أو باقي المحاضرات اللي راح تجيني. أنا هسه شنو عندي بالأنف؟ عندي سبتم اللي هو فاصل، تمام، اللي هو هذا السبتم يمتد الى الداخل، يعني هسه انا سويت قصيت الانف من هنا وجاي اشوف، جاي اشوف من هاي الجهه، تمام. هذا اللي من هنا قصيته، تمام، قصيته، فهذا مبين من هنا، مبين شويه. يقول لك هذا النيزل سبتم، هذا النيزل سبتم مو موجود هنا، يمتد لي الى الداخل، هذا النيزل سبتم، تمام، يمتد لي المن، يمتد لي الى الداخل. هذا النيزل سبتم عبارة عن حاجز موجود بالأنف، يكونه بونز، وشي كونه ويكونه كارتليج، هذا كارتليج وذن البونز اللي راح يشكلنه، تمام؟ تمام تمام. عندنا لاترال، أيضا عندنا بالأنف، طلاب البعض لازم يصححون هاي المفهوم، إنه عبالهم إنه الأنف أو الخشم يكون فقط بونز، يعني عبارة عن بون، لا هو مو بون، وإنما يكون بالسوبريور مالت الأنف بين العيون يكون اكو عظام تقدر تتلمسهن، تمام، اللي هي النيزل بون، وجوه عباره عن كارتليج،
عبارة عن كارتليج. هذا الكارتليج أسميه lateral cartilage. شو أسميه؟ أسميه lateral cartilage. فهذا الكارتليج أسميه lateral cartilage. تمام. هذا lateral cartilage راح يقسم لي إلى two parts. upper lateral cartilage, lower lateral cartilage. upper lateral cartilage, lower lateral كارتليج. هاي المعلومة تفيدني من آخر شنو محاضرة الأنف. إذا أنا عرفت شنو أكو سبتم، عرفت أكو كارتليج. السبتم راح يكونه كارتليج ويكونه كارتليج، تمام، كارتليج من الداخل، وراح يكون اليابون. تمام، وين وصلنا؟ وصلنا الهاية. يقول لك يا بذا inferior border attached to the lateral cartilage, lateral nasal cartilage. يقول لك هاي inferior border مذن العظام، inferior border border هاي مالتها، تمام، هاي inferior border. يقول لك يتصل باللاترال كارتليج، تمام. فيقول لك attached to the lateral nasal cartilage and the serrated lateral border articulate with the frontal process of the maxilla. طلع بالمكزيلا اكو فرونتال بروسيس. يقول لك هذا اللاترال كارتليج، هذا اللاترال كارتليج مالت النيزال بون راح يتمفصل لي ويا الفرونتال بروسيس، يعني البروز مالت الفرونت، مالت فرونتال بروسيس اوف ماكزيلا. بالماكزيلا اكو بروس اسمه الفرونتال بروسيس، اخذته بالبدايه. وايضا من راح اخذ محاضره الماكزيلا بالمحاضره اللي راح تجي راح افهمها. Attached to the lateral nasal cartilage and serrated lateral border articulate with the frontal process of the maxilla. The medial border articulates with the opposite nasal bone and elongates posteriorly into ventricular crest. تتمفصل يعني وين تتكون؟ تتكون لي nasal crest that form the part of the nasal septum. شنو هاي؟ يقول لك كاب الميديال border مالت الميديال border، تمام. هذا الميديال بوردر، هذا الميديال بورد، سوري، هاي العظام مالت النيزل. يقول لك هاي الميديال بوردر وهاي اللاترال بوردر. اللاترال بوردر تروح تتمفصل لي ويا الفرونتال بروسيس اوف ماكزيلا. يقول لك هاي الميديال بوردر، تمام، هذا راح يتمفصل لي ويا العظمه اللي بصفه اللي هي النيزل بون ايضا، تمام. هذا رايت يتمفصل لي ويا الليفت، تمام. يقول لك مو بس راح يتمفصل لي ويا العظمة الثانية، يقول لك and elongate posteriorly، يعني هذا النيزل بون، هذا النيزل بون، تمام، هذا النيزل بون، هذا السوبريور بوردر مالته، تمام. انا جاي بوعلي من السوبريور بوردر، سوري، جاي بوعلي من الميديال بوردر. هاي الميديال بوردر مالته راح يتمفصل لي ويا العظمة اللاخ، لكن العظمة اللاخ اللي هي النيزل بون اللاخ اللي هي تكون اوبوزيت إلي، مقابلة إلي، راح يعني احنا قاصيها، تمام. فهنا بين فقط عظمة واحدة. شن بين الميديال بوردر؟ يقول لك هذا الميديال بوردر راح يمتد لي للداخل، يعني يكون لي كريست، هاي كريست يسموها، تمام. هو مأشر لك عليها، كاتب لك ventricular crest of the nasal bone اللي هي هاي، تمام، تكون داخلة للجوة، تشارك لي في تكوين النيزل سبتم. هذا النيزل سبتم تشارك لي في تكوينه، إذن هو جزء عظمي يشارك لي في تكوين النيزل سبتم. بعد هاي النيزل، هاي الventricular crest of nasal bone راح تتمفصل لي ويا النيزل سباين of frontal bone. هاي الفرونتال بون، هذا النيزل سباين راح تتمفصل لي وياه، تمام. وبعد ويا ما راح تتمفصل لي او تسوي لي articulate ويا perpendicular part of ethmoid bone or perpendicular plate of the ethmoid bone. هذا الethmoid bone عظمة المعقدة اللي قلت لك عليها، يقول لك هاي راح انه تتمفصل لي، هاي الventricular crest of nasal bone تتمفصل لي ويا nasal spine of frontal bone، تتمفصل لي ويا perpendicular part of the ethmoid bone، وتكون جزء من السبتم اللي هو الحاجز مالت الانف. خلينا نجي نقرا. يقول لك the medial border articulates with the opposite nasal bone and elongate posteriorly and the ventricular crest that form the part of the nasal septum. This crest هاي الكريست اللي هي ventricular crest also articulates with the spine of the frontal bone. هذا الspine مال الفرونتال بون اللي هو بالأحمر، هذا شوية ممتد للداخل اللي قبل شوية طلعت لك إياه. And perpendicular plate or perpendicular part of the ethmoid bone. من ناخذ الethmoid bone اكو part باسم superior، يكون هذا البارت اسمه perpendicular part or perpendicular plate. طلاب هيك خلصنا احنا هذا البارت، راح ندخل بالبارت الثالث اللي هو راح ناخذ بيه عظمتين اللي هي اللاكرمال و
الزايغوماتيك. المحاضرة مهما تكون طويلة لكن أهم شيء إحنا نفهم، لأن هاي المعلومات مال المصدر كلها هنا، زائد معلومات أيضا خارج المصدر تجي MCQ من المحتمل. فكل المعلومات وكل الصور اللي هنا مهمة بالعملي وتجي كMCQ وتجي كسؤال نصي، تمام؟ فأنا كل شيء كاتب لك وكل شيء مخلي هنا، فما يحتاج أن أنت تروح مصدر أو تروح غير شيء.